السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي متتابعي قناة يابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع معا نبذة عن حياة هذا الحيوان الصغير، وهو قارد من القوارض الصحراوية، ألا وهو اليربوع أو الجربوع كما يسميه البعض. وهو حيوان ثدي من فصيلة القوارض الصحراوية الوثابة، نظرا لامتلاكه أرجلا طويلة، وهو يشبه إلى حد كبير حيوان الكنغر. يتواجد اليربوع في معظم أنحاء شمال إفريقيا وشرق آسيا إلى شمال الصين ومنشوريا، لأنه يفضل العيش في الصحاري الحارة. وهو سريع جدا، حيث تصل سرعته إلى 24 كيلومتر في الساعة، ويتمتع بحاسة سمع قوية نظرا لامتلاكه أذنان كبيرتان. وتصل دورة اليربوع النموذجية إلى 6 سنوات، ويحتمي اليربوع في جحره من حرارة النهار، ولا يخرج إلا في الليل. يحفر الجربوع جحره بذكاء خارق، حيث يجعل للجحر عدة ممرات ومخارج أخرى غير باب الجحر الأساسي، ليتمكن من الفرار عند هجوم أي عدو أو مفترس. والآن سنتابع معا تصرفات وحركات صديقنا اليربوع داخل الجحر. هو الآن صديقنا اليربوع يحاول الدخول إلى الجحر. انظروا كيف يترقب، إنه حريص جدا وحذر. يترقب أمام الجحر ثم يعود لإكمال عملية الحفر، ثم يخرج ليترقب أيضا، ثم يعود. سنحاول تقريب الكاميرا قليلا من الجحر. نعم، سنحاول تقريب الجحر. والآن يخرج بحذر. سنحاول تقريب الجحر جيدا حتى نتمكن من متابعة تحركاته داخل الجحر بقدر الإمكان. هو يخرج الآن. سنقترب منه أكثر لكن بحذر حتى لا ينزعج. هو يتابع الحفر ثم يعود ويخرج بحذر ثم يتابع الحفر، حفر الممر الثانوي، ممر الطوارئ. ونشاهد هو يخرج الآن. انظروا كيف يتصرف وهو يعود إلى الحفر ثانية. كيف
يتحسس ضوء الكاميرا ثم يعود إلى الحفر. هو يخرج الآن يلمس الكاميرا ثم يقفز هاربا. إنه سريع جدا. هو الآن يقوم بالحفر. أن يخرج بحذر شديد ثم يعود إلى داخل الجحر. ها هو يخرج مجددا. انظروا كيف يقف على رجليه ويترقب جيدا. أظنه قد انزعج من ضوء الكاميرا. نعم، انظر إلى قوائمه كيف يقف عليها. هو يتحسس الكاميرا ثم يذهب. انظر كيف يتحسس الكاميرا ثم يقفز هاربا إلى الجحر. يدخل إلى الممر الثانوي. هو الآن يزيل التراب من أمام باب الجحر. إنه يبحث عن الطعام. هو أتى بالطعام يدخله إلى الجحر. نعم، إنه يخزن الطعام لفصل الشتاء ثم يذهب للأحضار المزيد. هو قد جاء بالطعام أيضا وأدخله إلى الجحر ثم يخرج لكن بحذر شديد. لقد اقتربنا منه جيدا. ثم يخرج وهو يأتي بالطعام أيضا ثم يدخل إلى الجحر. يجب أن لا نتحرك كثيرا حتى لا نزعجه. سنقوم بتوجيه الكاميرا داخل الجحر. هو الآن يخرج. يترقب ثم يذهب ثم يعود. انظروا كيف يقف. سنقرب الكاميرا إلى داخل الغار. انظروا كيف يخرج ثم يلتمس الكاميرا ثم يعود. يخرج مجددا ثم يعود. ثم يدخل إلى داخل الجحر. ها
الآن يخرج. هو يخرج الآن. انظروا إلى تفاصيل رأسه وأذناه وعينه وحتى أنفه وشعيرات فمه. نحن نتابع صديقنا اليربوع دائما داخل الجحر. انظروا كيف ينظف نفسه. يدخل إلى الجحر الثانوي وهو يخرج. يذهب إلى الممر الآخر ثم يخرج. سنقوم بتعديل الكاميرا قليلا. هو يخرج الآن. سنحاول ألا نتحرك كثيرا. نحاول تقريب الجحر قدر الإمكان حتى نرى تفاصيل هذا الحيوان الذكي. انظروا إلى تفاصيله كيف هي. هو يزيل الرمال من على باب الجحر. وها أنا أرمي بقليل من الرمال حتى أستدرجه إلى الخارج. سأرمي قليل من الرمال ليخرج. وهو يخرج الآن لإزالة الرمال. نعم. ثم يخرج ليترقب ثم يزيل الرمال من على باب الجحر. سأرمي بقليل من الرمال أيضا.
هو يخرج ليزيل الرمال من على باب الجحر، ثم يدخل. انظروا كيف ينظف نفسه، إنه حيوان نظيف، ليس مثل الفأر الذي يعيش في البيوت. يخرج ليزيل الرمال من على باب الجحر. نعم، هو يخرج ثانية. كيف يزيل الرمال من على باب الجحر؟ يرمي بقليل من الرمال. انظروا كيف يتصرف. وهو يخرج ثم يعود. تابعوا جيدا أعزائي المشاهدين كيف أن هذا الحيوان الذكي والحذر قد استطعنا أنا وصديقي أن نروضه، وذلك بعد أيام عديدة، واستطعنا أن نشعره بالأمان التام حتى أصبح يأخذ الطعام والحب من بين أيدينا دون خوف ولا فزع. فتابعوا معنا تصرفات هذا الحيوان الذكي. ها هو الآن أعزائي المشاهدين، ها هو الآن يتجول بالقرب منا دون خوف أو فزع، وهو يحفر بالبحث عن بعض ثمار الفول السوداني. هو يقوم بالبحث، وها قد وجد حبة ثم التقمها وذهب بها إلى جحره ليخزنها، ثم يعود أيضا. وها هو يتابع الحفر، شاهد الآن يبحث عن الثمار. شاهد الآن كيف يصعد فوق يدي ليأخذ الحب ويذهب بها إلى الجحر، ثم يعود ويصعد فوق يد صديقي أيضا ويأخذ منه الحب ويذهب لتخزينها، ثم يعود مجددا. وهكذا طول مدة جلوسنا معه في هذا المكان بالصحراء. انظروا كيف يلتقم الحب ثم يذهب بها إلى جحره، ثم يعود مجددا. انظروا كيف يقف على قدميه ليلتقم الحب من يد صديقي ويذهب لتخزينها. تابعوا جيدا.
كيف ينتقل الحب من يد صديقي من خوف أو فزع، وهو يبحث عن يد صديقي حتى يأخذ الحب منه. انظروا كيف يقف على قدميه ويأخذ الحب. تابعوا جيدا كيف يتصرف معنا دون خوف أو فزع، لقد شعر بالأمان التام بيننا. شاهدوا كيف نقوم بإطعامه وهو يأخذ الحب من يدي ومن يد صديقي ويذهب بها إلى الجحر المخزنة. نقوم باللعب معه أنا وصديقي وإطعامه دون أن ينزعج أو يهرب. انظروا كيف أتحسسه وأتلمسه دون أن يفر، وهو يلتقم الحب. انظروا كيف يلتقمها، إنه يلتقم حبتين معا وهي تسقط منه ثم يحملها وتسقط، وهكذا انه لا يستسلم ابدا حتى يرفعهما معا ويذهب بهما. ثم يعود مجددا كيف يلتقم الحب من يد صديقي ثم يجعلها في فمه ويذهب بها إلى الجحر لتخزينها. هذه المرة سنذهب و واتبعه إلى جحره. نعم، ها هو الآن دخل إلى الجحر وخزن الحبة، وها هو الآن يخرج يعود إلى مكان جلوسنا. هو يعود الآن يلتقم الحب دائما، مع أن هذا الحيوان هو من الحيوان شديدة الحذر والخوف، ومع ذلك فهو يصول ويجول بين أيدينا وهو يلتقم الحب والثمار من بين أصابعنا. تابعوا الآن، انظروا كيف يقفز إلى يد صديقي ليلتقم منه الحب. تابعوا جيدا معنا، لقد التقمها. إنه يبحث عن المزيد. انظروا كيف يلتقم الحب من يد صديقي ويذهب لإيصالها إلى جحره. ثم يعود وهكذا. إلى يد صديقي كيف يتحسس ظهره دون أن يهرب وينزعج. وهو يعود ليلتقي بالحب ويذهب ثم يعود مجددا.
وهكذا طول مدة جلوسنا معه هنا. الآن شاهدوا اللحظة الأغرب، فأن صديقي قام بحمله بين يديه وهو ينقله من يد إلى أخرى دون أن يبدي أي ردة فعل أو يهرب، وهو الآن ينتقل من يد صديقي إلى يده الأخرى ويأخذ جيدا كيف يلعب ويتنقل بين يدي صديقي دون خوف أو فزع. وهو يلتقم الثمار أيدينا ويذهب ليوصلها إلى الجحر ثم يعود. انظروا كيف يقفز ليأخذ الثمار ويلتقمها في فمه ثم يذهب. وهكذا حتى ننصرف من هذا المكان، وهو يغدو ويروح بين جحره ومكان جلوسنا، وهو يأخذ الثمار إلى جحره ليخزنه لأيام الشتاء، فهو لا يخرج في الشتاء، فهو يقوم بالسبات مثل الحيوانات التي تسبت في الشتاء ولا تخرج. هو يلتقم الحبة دائما من يد صديقي. انظروا كيف يصعد إلى يدي صديقي، يجلس فوق يده ثم يأخذ الحبة باطمئنان ثم يذهب. هو الآن يجلس فوق يد صديقي. نعم، يأخذ الحبة ويذهب ليوصلها ثم يعود مجددا. هذا اليربوع أصبح صديقنا، وفي كل ليلة نأتي إلا ويأتي إلينا ليأخذ الحبة منا ويخزنه في جحره. يصعد فوق يدي ويأخذ الحب ويذهب ويعود ثانية، وهو يصعد يدعو كيف يأخذ الحب من يدي ويعود مسرعا. وهو ينتقل من يد صديقي إلى يدي. كيف ينتقل بين أيدينا من يد إلى يدي ويأخذ الثمار.
دون أن يتعب أو يمل. لقد وجد حبة كبيرة، انظر كيف يأخذها ويذهب. التقم حبة أخرى ذهب بها إلى الغار. إذن هذه قصتنا مع صديقنا اليربوع، أرجو أنكم قد استمتعتم بهذه المشاهدة الرائعة، وإلى أعمال قادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.